السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة الخير، بالنسبة للهوز التنقيط الأسود هذا الضعيف، في نوعين، في هذا النوع اليابس هذا ما ينفع، في نوع مطاطي مثل هذا مطاطي، يعني تضغط عليه على طول، يعني هذه المحابس هذه كل الأشياء تركب بسهولة، لكن هذا لازم تحرقه بالولاعة أو السخنة هالطريقة. ثانيا اللي بيستخدم الهوز الأسود، في هوز 1 إنج، إنج إلا ربع، يعني ممكن تخلي تنقيط هذا كي يوصل إذا كان في ضغط، يعني مضخة أو أي شيء أو الماء قوي. الهوز الأكبر الأسود يعني ينفع حق التنقيط وتوصيلاته بكل سهولة، أسهل من البي بي آر طبعا. شوفوا يا جماعة الخير، الحين بوصل هوز حق التنقيط حق هذا النبتات اللي موجودة هنا. أول واحدة هذه بنبدأ، بسم الله، هذا فكينا الهوز السابق، هذا من نوع اليابس الصلب. الحين أنا بسخن شوية أساس أنه يدخل في الولف. بسم الله نبدأ. يعني ركب بكل سهولة هالطريقة. الحين هذا الهوز بنيبه اللي هالشير بيمر هالطريقة، بس ضغطة واحدة خلاص. وهذه أيضا هنا يا جماعة الخير الأمر مختلف، هنا بركب له ولف هذا، يعني بدل ما أقصه هنا وأكسفه وهذا يخرب المنظر، بقصه من هنا الطريقة قصينا. الحين طبعا مثل ما قلنا هذا من النوع الهوز اليابس، لازم استخدم الولاعة بسم الله. الطريقة وصل هنا، بيتحكم فيه، يعني بيتحكم فيه الأول. طبعا هذا الهوز مستخدم قبل، هذا فيه هنا ثقب، فبسكر هذا الرشاش الصغير هذا تنقيط. الحين عندي هذا المكان الطريقة، هني صب زيادة، نخلي حق التنقيط الطريقة. الحين أصبح هكذا، تابعوني وشكرا.